كان عندي واحد المشكل في الصغر ديالي، اي حاجه كنوي انني نقوم بها، اي مشروع كنفكر انني نبداه كنمشي كنقولوا للناس ما كينجحش. كيف ما كانوا هاد الناس يعني اصدقاء ديالي ولا العائله ولا الاب ولا الام ديالي، ما كينجحش. بقيت تنقلب على السبب علاش. شحال مره كنجلس مع الاب ولا الام ولا الصديق ديالي تنقول لي شوف ان شاء الله غادي نبدا هذا البروجي، ان شاء الله راني نتعلم هذه اللعيبه هذه وراه غادي توصلني لهادي وغدير لي هادي وغدير لي هادي ودير لي هادي ودير لي هادي. من بعد تلقى راسي انا ما خدام في والو على ودك لوبجيكتيف، على ودك الهدف ما كنخدمش انا كاع، فهمتي؟ بحال اللي صافي تنسى، غير قلتو داك الحماس وديك سخونيه الراس وكذا، صافي داك الحماس طفى. بقيت تنقلب على السبب، السبب بقيت تنقلب عليه تنقول شنو السبب ديال هادشي. السبب لقيتو انه مثلا نعطيك اكزومبل، مثلا انا بغيت نبدا مثلا التجاره الالكترونيه، مشيت عند الوالد ريحت معاه هو الوالد الله يطولنا في عمرهم، الوالد شوف راه غنولي نبيع في الانترنت غير من الدار، غير من الدار، ولا تمشات القضيه راه غادي ترفعوا المبيعات، نقدر ندخل بحال واحد السيد راه تيعاودوا عليه راه كيدخل 5000 درهم مثلا في اليوم، 2000 درهم في النهار، 3000 درهم، هدي فهمتي. وانا باش كنهضر هكا انا اعرف صح باغي نبدا، باغي نبدا هذا الهدف ديالي، كنشوف النظره ديال الاب والام ديالي كتكون فهمتي نظره افتخار، واو فكره زوينه وغادي تنقد راسك، غتنقد مثلا خوتك، غتنقد هذه. شنو كيوقع لي يعني في ديك الوقيته شنو كيوقع؟ تيوقع لي بحال واحد الشكل تيتسمى خداع العقل، تنحس براسي فهمتي، فهمتي بحال اللي قمت بداك الهدف، فهمتي بحال اللي راني وصلت. ديك الكلمات ديال التشجيع اللي انا كنت باغي نسمعهم من بعد ما انني حققت الهدف، بحال اللي بديت كنسمعهم من دابا، داك الشغف انني باش نقوم باش نوض نخدم على داك الهدف تيطفى، تيطفى ما تيبقاش، يعني ما تنبقاش انا اصلا مسوق ولا باغي نخدم ولا بلا ما كنحس، تلقى راسي صافي بديت كنفشل راسي وتنقول شنو السبب، غدا من بعدو غادي نبدا. لقيت انه هنا احسن طريقه باش تحقق الاهداف ديالك هي الصمت، هي تزم فمك، وديك ردة الفعل اولا الهضرة اللي غادي يقولوك الناس، حاول تسمعها من بعد النجاح ديالك انت ومن بعد الوصول ديالك للبروجي ديالك. يعني انت ملي كتمشي وكتجلس مع جماعة ديال صحابك وما كتلقاش فاش تهضر، وكتبقى تهضر على الاهداف ديالك والمشاريع ديالك المستقبلية، عول على الان اول حاجة بعدا ما غاديش تنجح. علاش؟ حيت الناس غايقولك اه فكرة واعرة، وتقدر تلاقى مع شي واحد اللي باغي يفشلك، قلت المشاورة راه ما خداماش. شي علاش فيما تنوي انه دير شي حاجة توكل على الله وزم فمك. علاش؟ حيت بعض المرات ملي كتقول انت واحد الفكرة، واحد لوبجيكتيف انت باغي تبداه، كيسمعوه الناس كينوضوا هما يخدموا عليه في السكات، وانت كتشوف البروجي ديالك اللي انت بقيتي كتبلبل بزاف، الناس خدامين به وكيصوروا به فلوس وانت جالس كتفرج. لذلك الاخوان اي حاجه نويتي انت ديرها التزمي الصمت، التزمي الصمت، خدم على راسك في الثقيل وخلي الناس يشوفوا النجاح بعينيهم، ديك الساعه عاد يقولوا لك واو فكره واعر. اما لك انت من دابا كتقول انا غادي ندير، انا غادي نوصل، انا غادي نفعل، لا، كتب الاهداف ديالك في ورقه، بقى تقراهم كل صباح، بقى تقراهم قبل ما تنعس، وان شاء الله غادي توصل. الى عجبكم الفيديو اخوان بارطاجيوه، بارطاجيوه الاخوان مع الاصدقاء ديالكم، وبالاخص مع الناس اللي كيدويو، الناس اللي نتوما عارفين انهم كيهضروا بزاف وتيقول لك انا الحاجه كنت ناوي نديرها وما صدقاتش ليا، علاش؟ بارطاجي مع هذا الفيديو. شكرا على التتبع ديالكم، تلقاو فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.